من اقوى ادوات جمع المعلومات حرفيا الحكومات تستخدمها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم ياسر فيديو جديد أتمنى قبل أن أبدأ الفيديو أنك تعطيني لايك إذا عجبك الفيديو وتشترك في القناة راح تسعدني كثير واكتب كومنت يشجعني ويحفزني مالتيكو واخيرا نبي نشرح مالتيكو من اقوى الادوات اللي راح تشوفها في اشياء كثير طلعتها في هذا الأداة وانا ما عندي الا نسخة مجانية اترككم مع الفيديو مالتيكو من اقوى الادوات في جمع المعلومات بتشوفون ليش مال تيجو تمام طيب مال نضغط إنتر كذا راح يفتح معنا آه واجهة رسومية زي كذا بوريكم كيف تدخلون كيف تسجلون حسابكم وش يجيكم بالايميل وكيف تفعلون حسابكم حبه حبه مع بعض اوكي مالتيجو هذا اللي راح نعرق عليه <applause> حرفيا هو اللي راح نقعد عليه المده الكامله ما ادري قاعد الحين تقريبا حوالي الساعه ثلث ساعه ما ادري والله لكن الباقي على ملتيقو. عشان اوريكم شيء دسم طيب أول ما تفتح راح يجيك نسخ موجوده هنا تمام عندكم هذه اسحبوا عليها روحوا الحمراء سي رن تمام هنا مثل ما تشوفون اشياء كثيره موجوده هنا يقول اللي شو اسمه قوانين طيب اوكي شكرا نيكست. <applause> يقول لك اللوجن الايميل والباسورد طيب ايميل باسورد انت ما عندك الايميل باسورد كيف تسجل بسيطه بسيطه بسيطه, بسيطة. بكل بساطه تروح هنا تكتب مالتيجو سي CE اذا ما ظني تمام ريجستريشن ما عليكم انا برسل لكم الرابط تمام ريجستريشن تكتبون هنا اكونت اوكي يلا ايش تبي تحطون الاسم الاول والله اسمي ياسر والثاني طيب ريد الايميل مثل نقول ايميل حقنا طيب والله دقيقة السايت. طيب الباسورد خلينا نحط المعلومات هذه ونجيكم عاد في وقت الايميل اوكي سجلنا وقال لك ميل سنت لا تضغطون داونلود ولا تضغطون هنا ولا لير ما يحتاج تمام روح الايميل حقنا هذا مالتيجو يا هلا يا هلا ومسهلا تمام لا جاكم الايميل اموركم طيبه خلاص بس اللهم تضغطون على الرابط هذا مبروك تفعل حسابكم يلا رجعنا للكاري ويلكم اوكي طيب خلينا نحط الايميل اللي حطيناه اوكي ويلكم خلينا نحط الايميل اللي حطيناه هو ياسر site طيب الباسورد طيب ونحط ال... الكابتشا هنا دبليو صح اللي نيكست اوكي الحين قاعد تفعل الحساب والامور طيبه وسهلات تمام مبروك تبع حسابك first نيم حقك ياسر والسور نيم ريد اوكي نوت طيب سو نكست مثل تشوفون هنا ورا تفعل وبوريكم وش فائده مالتيجو بعد شوي طيب يقول لك هنا حملنا الاشياء الموجوده نكست اتمكن send سند ايرور آه. آه. ما ادري الصراحه كيفكم تحطون صح ولا لا بكيفكم ما يفرق الديفولت هنا تستخدمون البراوزر المحدد وشو طبعا كالي تستخدمون فايرفوكس تمام تحطون نيكست هنا نورمال وستيلث تمام بوقف هنا لوهلة تمام تخبروني ممكن اقول لكم في حاجه اسمها سيمي اكتف او سيمي باسيف هذه وشو؟ هذه هنا المالتيجو هنا اجي اتصل في التارجت لكن يعني بشويش ولا يدري عني، تمام؟ يعني انا متصل فيه لكن ما يدري انا متصل فيه، تمام؟ عندكم نورمال، عندكم السيلف، انا طبعا اكيد انصح السيلف لانه عشان تتخفل لو حطيت نورمال ااا تنكشف تمام؟ فهذا هو السيمي باسف والسيمي اكتف ترسل او تحصل معلومات لكن يعني ورا التريلات شوي 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 تحطون نيكست يعني يقول لك تبي تحصل جراف اكزامبل ولا لا قال قول جو واي اي هاف دون ذيس بيفور فينيش مبروك توني ما كملت اقول مبروك اوكي برايفسي بوليسيز طيب اوكي اوكي مبروك اي <applause> نو طيب وش هو المالتيكو عباره عن شو؟ شفتوا الاوسنت فريم ورك اللي خبرتكم اياها أو الأدوات اللي تستخدم في المواقع. مالتيجو وضعها؟ تجمع الأدوات هذه كلها في أداة واحدة. لما تبحث عن موقع معين، طلع لك معلومات اللي الأداة الفلانية تستخدم تستخدمها عشان تطلع معلومات. طيب خلينا نشوف وش فيه؟ راح يجيك بهذا الشكل، خلينا نكبر بس. راح يجيك بهذا الشكل، يسار ويمين، خلك من اليسار، هنا يمين، تمام؟ يقول لك هذه الأدوات الموجودة، تمام؟ فيقول لك هنا هذا يقول لك ستاندرد ترانسفورم سي طيب خلينا نشوف هل فيه انستول طيب في انستول اوكي يس كذا نحمل الاداه هذه اي شيء فيها انستول راح يكون نحملها شوف الحين حملناها طيب هذا في انستول لا هذا في انستول اي في انستول تمام طيب نحملها بتشوفون بعد شويه ليش فينش ويلا تبي تطلع معلومات عن بلوك تشين نوت انترستد صراحه طيب سايفر تريس انستول معلش انا ضغطت شو اسمه ديتيلز يا ابني طيب ها هنا نوقف لو جاكم اوثنتيكيشن سايفر اوثورايزيشن او صلاحيات حطوا كانسل واسحبوا عليها تمام سيسكو ثريت جريد برضو اوثورايزيشن طيب كلير بيت يا الله طيب. ااا uh, data provider نسوي install. اوكي okay, نفهم معنا ما جانا الصلاحيات. وزي كذا. <applause> الحين نقد ربع ساعة عشان بس نحمل. طيب full content. يا ليل. طيب هنا في install. هذه انستول حلوين هذه تحمل finish. have been ibound اللي هل يعني هل uh, انتشر الباسورد حقي يستخدم كأداة طيب انستول هم يا الله اوكي انستول طيب هنا كذا تساعدني حبيبي طيب اوثرايزيشن اي بي انفو حلو طلع لنا <applause> لدى نستخدمها همم طيب نشوفها بعدين uh, movie database يطلع يعني طلع database او معلومات عن الموفيز نوت not interested ممكن نطلع موفيز انه ممثل داخل الفيلم تبحث عنه ممكن why not؟ اوكي okay, بس بقى ما not interested طيب نحط install authorization طيب people moon اوكي okay. طيب peering database يا سلام تحمل معنا طيب passive total نفس الشيء نفس الشيء ما في showdown اوه showdown يا حبيب القلب طيب شو showdown بوريكم طريقه كيف تحملونها تمام نروح هنا اذا كان عندكم حساب showdown هو يطلب آي صح؟ سوى so لوجن we'll يطلب اي بي اي صح نروح ماي اكونت وننسخ هذا الشيء تمام ونروح ل مال اوكي طيب ننسخه اوكي كذا تحمل معنا شو ده انا عندنا الاي بي اي حقه او الصلاحيات حقته فينش ممتاز سوشيال لينكس اوكي ممتاز وانا قاعد زي كذا يا شباب ايش <applause> رايكم اوقف التصوير عشان ما اضيع وقتكم تمام لما احمل كلها عاد وقتها جاتكم ان شاء الله اهلا حملنا كل شيء اللي طلب فيه تحميل اوكي والان نبي نبدا صفحه جديده بكل بساطه شفتوا الابيض هذا الزائد تضغطون عليه تمام اوكي بعد ما نفتح صفحه جديده من الزائد هنا راح يطلع لنا بهذا الشكل طبعا في اشياء كثيره جدا مثل ما تشوفون اليسار ويمين تمام اليسار خليني اوريكم بس اليسار هنا يقول لك يمديك تبحث عن ديسكتوب كمبيوتر يمديك تبحث عن ديفايس موبايل فون سمارت فون تبحث عن ايميل كونفرزيشن محادثه ايميل conversation، phone، uh, date time، <applause> meeting، meeting social، تبحث عن شركة، معلومات عن شركة، تبحث عن عصابة <applause> ولا عن جروب، uh, تبحث عن شركات Organization uh, تبحث عن uh, شو اسمه، هنا عندك ال A A A A هذه وشو؟ uh, شو اسمه الله الله، IB Vision 6، وال A وحدة هذه IB Vision 4. Uh, طبعًا عندك هنا تبحث عن DNS والأشياء هذه. عندك الاي اس بي اللي هو مثل انترنت Service provider تبحث مثلا عن اس سي معلومات عن يو ار ال شو دون تبحث عن اشياء كثيره لكن احنا اللي راح نسويه نجي نسحب هذا نحطه هنا تمام وش نبي نبحث عنه على اي موقع شو ايش رايكم نبحث عن الموقع الموجود هنا ما ادري الصراحه وش هو لكن وش يصير؟ نضغط رايت كليك عليه. اوكي؟ وراح نشوف يقول لك الادوات المتوفره اللي هو ستاندرد ترانسفور سي اي اللي حملناها اي تي تي ان سي اي كي اللي مركز كان يشوف يشوف الاسماء هذه. في الاداه فلانية هذه اداه فلانية اداه فلانية هذه شو داون والاشياء هذه. يمديك يعني تشغل واحده واحده من هنا او بكل بساطه ابي اشغلهم كلهم تمام راح يطلع لك اول شيء الصفحه هذه تحط اكسبت اكسبت هي كبدايات هي انك تحط اكسبت وبياخذ منك وقت تتعب لكن بيجي من يعني يجي تجي معلومات جدا ممتازه تمام اكسبت 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 انت رايح تمام اللي يسال كيف اسوي حساب شودان بالفيديو حق شودان علمتكم كيف تسوون حسابات أو سوي حساب بشكل بطريق. طبيعي يعني سوي so remember these settings عشان ما يقعد يقروشك من جديد. run وش اللي صار؟ اللي تحت الاوتبوت يقول ترى أنا راح أشغل هذه وأشغل هذه وأشغل هذه الأشياء الموجودة. إذا جاك غلط سوي ديسمس أول. تمام؟ مثل ما تشوفون الحين أطلع الأشياء المرتبطة في هذا الموقع. تمام؟ إذا جاك غلط dismiss أول. طيب يا سلام الامور طيبه خليه يشتغل مثل تشوفون هنا بالمية يكمل لين يكمل بالمئة، خلاص بيخلص بعد تحكموا لا تسوون شيء خله هو يشتغل من حاله تمام راح اوريك الاشياء المتعلقه مثل ما تشوفون هنا الاشياء اللي متعلقه طلع الاشياء هذه كلها الحين هنا اطلع الاشياء مربعه هذا كله ونشوف ان شاء الله الاشياء الموجوده عشان كذا اقول لكم تيكو لحالة <applause> كورس كامل حرفيا أه طيب ياسر الحين هل نحتاج اليسار هذه؟ ممكن تحتاجونها اذا كنتوا تبون تنزلون حاجه وتبون تبحثون عنها، لكن اذا كنت تبحثون عن دومين تبون الشيء الاساسيه الموجود فيه، يعني لما جينا نبي نبحث عن موقع او رابط شو اسمه دومين يعني في هاكر 1 نحط الدومين هنا نبحث ونشوف الاشياء السب دومين الموجوده. طيب الثغرات اللي نلاقيها في المواقع كيف نلاقيه في سوبناميز. ان شاء الله راح نتعمق في ثارات الويب في جزئية الويب ان شاء الله في اخر اسبوع طيب وش طلع لنا هنا مثل ما تشوفون هنا كيف نتحكم يمديكم تسوون هنا تحددون الاشياء او ان انكم تبون تمشون يمين يسار او انكم تسحبون هذه تمشون هنا مثل ما تشوفون طلع الاشياء هذه وطلع لنا حاجة اسمها ويب ارشيف راح اوديك الموقع الاساسي عشان تفهموا وش السالفة تمام طلعنا المعلومات هاي طلعنا اي بي طلعنا اس بي اف جوجل طلعنا لنا اتاكرز ذا تارجت كلاينت انفراستراكشر طيب طلع لنا انه الريجستريشن هذا شخص انه اسم شخص غالبا او اسم يوزر الى اخره طلع لنا ويب ارشيف اوكي بقول لكم ايش معنى ويب ارشيف تمام طيب وبالنسبه لهنا نيم سيفر طلع لنا طلع لنا اي بي طلع لنا رقم جوال ايميل آه، موقع آه تكست هذا حق الايميل تمام او سيفر حق الايميل المستخدم من جوجل تمام هذه بس اول مره بس بدايه خليني اوريكم مش هو ويب ارشيف تمام طيب اروح هنا نكتب ويب شيف. ويب ارشيف حرفيا لو تحط على اي موقع تقدر تشوف سكرين شوت الموجوده من قبل سنه سنتين شهور اللي فاتت خمس سنوات عشر سنوات متى بدا متى بدا موقع طيب وش نستفيد؟ نستفيد انه بعض الاحيان او بعض الصفحات الموجوده في لوب ارشيف تطلع لنا اشياء حساسه في الصفحه الناس كيف انهم يلاقون ثغرات مثلا؟ ان نلاقي شيء حساس، يعني يوزر موجود، رابط موجود يودي لموقع يعني حساس مو صالح لانه يدخل. طيب خلينا مثلا نشوف اي موقع ايش رايكم؟ مثلا نكتب جي اف جي اف جي اف المهم آه، نقول مثلا آه، نقول دوك ويب سايد مثلا مثال 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 انتم جيبوا اي موقع ايا كان تمام مثلا هنا ادوبت دوغ اللي هو تبني الكلاب الحاجة اللي, اللي هو تمام ننسخ الاسم هذا وروح لبارشيف شفت الموقع ها صح الصفحه هذه فيه هنا كيف تحصلون اه كيوت تمام فتروحون ويب ارشيف لصق انت رايح اوريكم من متى بدا؟ من 1998 كان في سكرين شات كان 2020 كيف انه موجود؟ طيب ياسر انت الحين على كل عام موجود في سكرين شوت طيب وش راح تستفيد؟ مثل ما قلت لكم في كل صفحه مثلا نبدا في 2020 في هذا كلها سكرين شات شوف سكرين شات سناب شوت معليش سناب شات سكرين شوت هي هلا واحد طيب في الساعه فلانية الوقت الفلاني لو نفتح عليها راح نشوف ديزاين الموقع موجود اللي هو خشناه مصح هذا الموقع؟ طيب خلينا نشوف هل هو تغير في الوقت هذا ولا لا؟ يمدينا نتحكم بالايام بالشهور الى اخره، شوف هذا هو الموقع كان قبل او في 2020 تمام؟ تقريبا قبل شهور وهذا هو الان تمام؟ طيب فهل في شيء تغير؟ ممكن نشوف كيف نشوف مثلا ما بي اجي اضيف عليكم اشياء كثير هو اوريدي اصلا المحاضر هذه ثقيله عليكم لكن كتر اليو تقدر تشوفون السورس حق الموقع تمام كتر الاف نكتب ممكن نقول يوزر ونشوف يوزر يوزر سيشن يوزر سيشن كي باتر طيب نشوف ننزل تحت يوزر يوزر ديتيل طيب يو اي دي يوزر لوجن ديتيل طيب يوزر سيشن طيب ممكن أه، نكتب هنا جي اس أه، جي اس أه، هذه صفحات جافا سكريبت يعني مثلا راوند تريب أه، مثلا ممكن الجافا سكريبت هذا موجود لل... يعني مسار معين حطوه بالغلط تمام أه، طيب هذا هو ويب ارشيف عرفتوا ايش طيب مثلا وين راح وب... يا الله مثلا بحط جوجل اوكي بوريكم جوجل سابقا كيف كان جوجل تبون تشوفون جوجل عام 2000 كيف كان شكلها طيب هي ترى ما هي فله او كيف كان لا هذه تستخدمها عشان تلاقي فيه ثغرات حرفيا في مواقع في دومينات تلاقي منه ابرشيف لو تشوفون هنا في أملتيجو شوفوا هنا في صفحات هو بارشيف اتخذت في عام 2011 2010 ممكن تلاقي معلومات حساسه ممكن حاطين في السورس كود حاطين آه شو اسمه؟ آه لا اله الا الله محمد رسول الله حاطين يعني يعني يوزر حاطين يعني مسار حاطين فاشياء كثير طيب خلينا نجي على المالتيجو افضل لانه ورانا شغل كثير طيب مثلا نبي نشوف المعلومات الويب ارشيف هذا وش نسوي؟ دبل كليك عليه اوكي راح يطلع لك الصفحه هذه يمديك تسخ تسخ اوكي يمديك تنسخ ال شو اسمه الرابط هذا وتحطه او بكل بساطه اوبن ار يور ال عندك اتاتشمنت هنا اذا كان في اتاتشمنت هنا properties يقول انه ديسكربشن اليو ال موجود على بورت 80 يعني في اشياء اشياء تمام طيب خلينا مثلا نشوف open all URL طيب وش راح يصير؟ ما احنا قلنا فايرفوكس يطلع او يشتغل فايرفوكس طيب وش راح يصير هنا؟ يقول لك هم هذه الصفحه ما في شيء طيب الصفحه هذه ويب ارشيف هذه المالتيجو تمام هذه اللي هو اتوقع الموقع حق مالتيجو الويب ارشيف يقول لك هنا اتش تي بي 301 ريسبونس ات كرول تايم 301 يعني ما عندك الصلاحيه تمام مالتيجو 3 مثلا عندنا هذا شوف يقول هنا ما عندي الصلاحية صح؟ بس انه دخلنا هنا في في صفحات يكون ما عندي الصلاحية لكن تدخلها طيب ايش رايكم ما دامنا احنا فتحنا شو اسمه موقع التبني الكلاب خلينا نحذف هذا كله دونت سيف نفتح صفحة جديدة ونحط الموقع حق الـ ال... 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 اوكي. مم. لا ما ابي برياض غالي. دوق ادوطينغ طيب خلينا نفحص هذا الموقع. اوكي؟ بس حاجة مهمة جدا عشان تلاقون <applause> الريزلت عشان كذا انا بنسخ. وين الدومين هنا؟ دومين ايوه هذا هو الدومين. recently used او تلاقونه تحت الدومين او إذا ما لقيتوه تكتبون هنا do مين يطلع لكم طيب هذا هنا لما تجون تلصقون للسوق الصقوا بدون اتش تي تي بي اس او اتش تي بي بس كذا خلوه تمام بين الرايت كليك ترانسفورم ويشتغل بحاول الحين اطلع معلومات حساسه داخل البيت فايندر طيب نسوي ديس ال هنا كلها دي ان اس ونحاول نطلع معلومات او هنا في كلاود يعني في اشياء ممكن نلاقي فيها طيب الكلاود ممكن في بعض الشركات يخزنون معلومات في دوكمنت كلاود انه يحسبون انه ما في حد يقدر يوصلها لكن مالتيكو ما تخلي شيء طيب الحين يمشي 90% وراح نفتح الكلاود هذه كلها ونشوف ايش وضعها طيب خلص؟ خلص طيب بس بعطيكم حاجه بسيطه تدرون الاشياء اطلعها وهذه النسخه العاديه مجانيه فما بالك لو كانت بفلوس تطلع معلومات كثيره عموما خلينا نشوف هذه وش مكتوب هنا يقول لك هنا ديلا وودز تمام خلينا نشوف اسم انترستنج يعني جولي سبنت جوفرمنت جوفرمنت اوكي وورنينج سنت آه, طيب هنا السنت طيب خلينا نشوف مثلا هذا اوبن اول يو طيب هم ما هو واضح لا فيه دقيقه اوكي طلعنا بي دي اف من 4778 اوكي اللي هي وشو طلعنا كونفرزيشن بين الايميلات طيب خلينا نشوف هنا بس نكبر الشاشه عشان تشوفون المعلومات طلعتها بكم بدقيقه مثلا ممكن حصل منها اشياء كثيره طيب خلينا نكبر هنا يقول لك هنا هالايميل اورجنال مسج فروم الايميل عرفني ايميل واحد الرسل متى في عام 2006 الساعه الفلانيه الساعه الفلانيه طيب وهذا محتوى الرساله ممكن تحصل منه شيء ممكن ما تحصل طيب لما تنزل شوف في 4778 او شوف احنا الحين عرفنا صوره صوره شخص عرفنا انه عنده ولدين هذه اتوقع انه هذه غالبا انه هذا الاب وهذه الام او هذول الزوجين وهذا ما ادري مدير ممكن تمام فعرفنا وجيه الان تمام طيب. عرفنا انه في بالام باي في مكان محدد باللوكيشن هذا كلها معلومات هذه كلها باسف ما حد يدري اصلا انها موجوده مو هم يعني مو ما حد يدري هم حطوها لكن ما يتوقعون اصلا في احد يوصل لها تمام طيب. ننزل تحت نشوف مثلا فروم اللي هو جوفرنر جيب بوش خلاص عرفنا واحد اسمه جيب بوش تو كريتيف سون وندشو او بي ان ايميل طيب في متى الرسل عام 2006 تمام طيب. وهذا كان محتوى الرساله طيب فيقول لك انا contretto هاز بين تولد they كي center طيب anyway نوت interesting اوكي فراس بس انه ممكن ان نحصل اشياء كثيره يعني 4000 صفحه ممكن نحصل منها روابط نحصل منها اشياء مثلا شخص ارسل شخص ثاني انه او شوف ترى هنا ريد تريد مور اباوت ذس ويك وينرز اوكي طيب هذا كل المعلومات حرفيا من كلاود واحد طيب خلينا نشوف شيء ثاني مثلا سنتو او هذه حطو اكس مثلا هذه open all url uh, طبيعي ممكن يفتح لك الصوره هذه بس انتظر شوي يفتح لك الصفحه الثانيه طيب الصفحه الثانيه 6500 كل شيء يزيد يا شباب شو السالفه طيب هنا يقولك عام من عام 2006 امم hmm. اوكي okay. <applause> <applause> طيب اعرف انه يعني اشياء كثير حرفيا طيب لو قلنا بيتس تكست فروم ديت سبجكت أورجن. مسج طيب انت الحين وش تفهم مثلا هنا مثلا هذه بداية انك تكتب رسالة للشركة، إذا كنت تبي تسوي سوشيال انجينيرنج الشخص وتبي طيحه بشيء مثلا يقول دير جوفرن بوش هذه مثلا هذه الدوكمنت كانت للبوش السابق يعني ما تشوف انه يعني ملفات يعني ممكن فيها شيء حتى لو كانت قديمه لكن فيها شيء اوكي فيقول هنا دي يو ياهو ترايد اوف سبام ياهو ميل هاز بين سبام بروتكشن اراوند اوكي ها آه يا ربي اذا كنت بتبحث وتشوف واحده واحده راح تطول طيب خلينا نشوف حاجه انترستنج طيب هنا يقول لك الاي بيات وهنا في في البيت فايندر دوت كوم طيب هذا ايش؟ بيت فايندر طيب تدرون؟ هذا الصراحه افضل بدون دبل دبل, دبل, دبل. طيب نسوي رن نقدر نسوي رن لكل واحدة منهم يمدينا نسوي رن طيب راح يطلع لنا اشياء كثير وراح يورينا الاشياء المتشابكه هذه مع اللي بعدها شوفوا قاعد تنتقل الاشياء تنزل تحت شوف كميه الاشياء اللي تطلع ولسه احنا لسه 56 تلوموني وكذا اقول لكم مالتيجو يبي وقت طويل طيب لسه شغالين يا غالي لا تسوون شيء عشان ما يعلق معاكم لين يخلص اوكي كاني شفت بوكس يعني في أيبيات ولا هم خلاص خلاص يا حبيبي ولا لسه طيب اللي طلع لنا طلع لنا انه هنا متشابك اللي هو الكلاود هذه تمام وهنا فيه الايميلات هذه كلها تمام <applause> نزل تحت في ويب ارشيف في شخص هنا وفي ويب ارشيف هنا فيه الايميل فيه يالو كونتري انيمال طيب جولي سبيت توتركيو

<applause> يعني ما ما حرفيا ما اقدر اتكلم يعني ممكن انك تنشرها او تستخدمها على شخص انت تستهدفه في ممبرز بيت فايندر او في ممبرز ممبرز يعني فيه ممكن في علاقات يوزر اوكي فيقول لك هنا اكسبت اكسبت وريمبر يلا مع السلامه طيب في ممبرز وش ممكن يطلع الممبرز دقيقه ممبرز هذا السب دومين تمام طيب؟ آه كنت اقول لكم سب دومين سب دومين السب دومين يكون قبله كلمه كذا قبل دوت الاسم الموقع طيب نسوي هذه هذه ونشوف ايش راح تطلع معنا طلعنا امم ممبرز فايندر اوكي في الوقت فلان فلاني ما طلع اشياء كثيره لكن في شخص هنا ودي ابحث عنه وينه وين ورا. ايوه هذا هو في دي ان اس هذا كله دومين نيم يا شباب كلها دومين شوفوا ادمن توت بيت يا عيال <applause> والله لا ابحث بابوك بعد <applause> خلينا نشوف ايش راح يطلع معنا سو so دومين اسمه admin <applause> اوكي يمكن طلعنا حاجه يا شباب <applause> طلعنا شيء خطير معكم. anyway خلينا اوه ماي جاد ياكل الأشياء حرفيا من امتع فيديوهات اللي بتسوونها او تشوفونها اوكي ادمن يلا بسم الله <applause> متحمس وش يطلع في حاجه هنا 2016 2016 2015 اوكي 2015 مثل ما تشوفون هنا امم طيب وش طلع لنا؟ خلينا نشوف هل في اشياء؟ ها في admin 9، admin 1، 2، 3، 7 حبيبي أمشي على واحدة واحدة ما عندي أي مشكلة طيب عندنا أي بي المفروض نفحت عن أي بي بس يلا خلينا نشوف طيب لو لو بعدنا شوي عشان تشوفون كيف إنها تشبك مع بعض كيف تغير مكانها شوفوا أوكي طيب شو وضع هذا؟ ما أدري الصراحة بس خلينا نشوف يمكن يمكن في حاجة ولا شيء يمكن طلع لنا حاجة صراحة ما أدري والله توني بحثت معكم فشوفوا البحث الناس يشوفون إنه أوه مملة ومدري كيف تقعد وقت طويل عشان ما تلاقي بس الجمع المعلومات تطلع لك معلومات كثيرة أوه أوكي وش طلع؟ طلع لك معلومات كثيرة جدا جدا تمام طيب وش طلع لنا من ادمن واحد طلعنا الاي بي في شوف الاي بي هذا شوف اشياء مشاركة فيه ادمن هذا تمام طيب. المشاركة فيه شوف لو ضغطنا عليه الاصفر هذا متشارك مع ادري لو اروح لك فوق هذا برضه متشارك الاساسي طيب مثلا آه هذا متشارك هذا متشارك هذا متشارك تمام هذا كلها اشياء متشاركه مع بعض طيب خلينا نشوف الاي بي هذا اللي كثير متشارك فيه شكله وراه في في شي شيء يعني شيء بسيط ممكن وكرر هذه النسخه المجانيه فما بالك لو كان النسخه المدفوعه <applause> بتطلع اشياء كثيره جدا اوكي نشوف طلعنا اشياء يعني حلوه للامانه مثل تشوفون هنا خلنا نكبر طلعنا شودون مثل تشوفون طلعنا شخص طلعنا اشياء ممتازه اوكي شفتوا <applause> كيف؟ طيب خلي يكمل براحته <applause> خلاص خلاص حبيبي ابد خذ راحتك يا بعد قلبي طيب وش طلعنا هنا؟ خلينا نشوف في اشياء كثيره طلعت هنا جديده هذه لوكيشن مثل تشوفون هنا نوعها لوكيشن تمام؟, آه تمام عندك هذه هنا في فيرجينيا تمام عندك هذا وش هو؟ نت بلوك يعني رينج الاي بيات الموجوده مثلا راح يبحث لك من 35 169 46 0 الين 35 169 64 255 راح يبحث لك لو لو سويت رن لهذا بيطلع اشياء كثير اوكي هنا يقول لك بورت 8 الهاش هذه هاش تعرفون آه خليني اوريكم بس الهاش شتوا هذه البي ال هالصوره هذه يسمونها هاش فيشن كذا اسمها هاش فيشن تمام طلعون من هذه رقمها رقمها أه، تمام سلفي شوية يعني اوكي طلعنا هنا سيرتيفيكيت uh, سيريال uh, حق ال اتش تي بي اس طلعنا اتش تي ام ال هاش هم هذا وشو هذا السيرفيس وعندنا طلعنا ستيت بروف طيب ايميلات مربوطه في امازون اوكي وهذا كلاود شفتوا هذه العلامه هذه شو داون تاك طيب ايش رايكم ما دام اني احب شو داون خلينا نشوف ايش راح يطلع لنا يو يا رب ايش الحاله هذه عيال لا لا تخافون يعني لا شيء مهم ترى هي بس اول مره تون صح 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 وخلاص يعني بعدها اموركم طيب ان شاء الله طيب شوفوا يعني انا مسكت ميه اللي طلع حاجه من الموقع هذا <applause> طيب ما ادري كم يضل بس خلينا نشوف الكلاود كلاود معروفة انه زي است اوكي طلعنا اشياء طلعنا اشياء بس ما ادري وشو اوكي طلعنا اشياء لكن ما ادري وش هي اشياء كثير بعد <applause> كان يستفرغ <السفر. تصفيق> يا عمري ابد خذ راحتك خذ راحتك ما راح تسوي شيء يا ساتر وش طلع هنا <applause> يا اخي يا حبي لك يا طيب نشوف الاشياء اللي طلعت هنا اوكي طلعتنا اسامي <applause> طلعتنا اسامي موظفين اذا ما خبرني ديفيد كلاود اه كلاود حق ديفيد او نايس اوكي شوف الاشياء خلينا نمشي من اليمين طيب ديفيد كلاود ديران ادوارد كلاود طيب لو ف... لو شفنا هنا لو ضغطنا تو كليك اوكي وش راح يعطينا اللي يقول لك هنا ادرس طلعنا الادرس اتوقع حق دا دارين ادوارد ما ادري هل هو الاوفيس اي دي اوكي <applause> البيرث داي يا ساتر والله هي كبيره ما اوكي طيب ايش رايكم نفتح هنا بس ابى اشوف وش هو دارين كلاود وش هو وش فيه تمام هنا يقول لك بونت كورنت طيب هنا يقول لك uh, طيب. كومباني ستيت آكتف. Uh, current address 187 helmet road. يمدينا ف... نبحث عنها في جوجل طيب. 19 ديسمبر 2019. دايركت رول آكتف. طيب. انجلاند. <applause> <England. تصفيق> طيب. اوكي. ما ادري صراحه ايش اقول. لا تسألوني. <applause> لا تسألوني. طيب دقيقة كونر جوردن. طيب خلينا نشوف في شخص كذا مهم كذا بينهم بنجي الاشياء اللي بعدها طبعا في اشياء في أيكونات كثير لازم تشوفون طيب الاسود هذا شو هذا هو اللي احنا شفناه كلاود بزنس كلاود ويل بزنس سيرفيس طيب خلينا نفتح هذه اوبن اول يو ار ال يمديك تبحث في امم طيب ريجستر اوفيس ادريس امم كومباني ستيت اكتف كومباني تايب ليميتد كومباني 11 قبل 2016 اكونت next account made up اوه يا عيال احنا وشو هو uh, 30 ابريل <تسج> 2021 <vas phosphorus> <تسج> اتوقع اتوقع اكونت اذا ما خبرني تمام بزنس يا عيال في اشياء كثير في اشياء كثير هنا فيلينج هيستوري طيب هنا وش يقول لك اوه في بي دي اف بعد يا هلا انا انا احب البي دي اف والله اني يا الله <applause> طيب وش الخط هذا والله احسن خط خلينا ساكت بس طيب كان في صفحه صفحتين وش فيها نيو نيم اوكي طيب عشان اوه جديده تصدقون امم دايركت لسكرتري سي اي سي اوكي نايس nice, والله جود يعني هنيها لكم طيب كونفرميشن uh, ستيتمنت والله صراحه بديت ارضى شوي يعني من الاشياء طلعت حت... <applause> فمن بالك أنا كنت بلاك او يعني اضر الناس يعني بضرهم هل المعلومات هذه يمدينا نضرها طيب عندنا هذه هذه التسعيره في اتوقع اجهزه كومبيني نيم كلاود كابتشر كومبي نمبر اوكي 19 هذه كلها اشياء جديده تمام طيب خلينا نشوف هنا عام 2020 اخر شيء دقيقه تشينج اوف نيم اوتيفيشن طيب دقيقه بيبل 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 احب البيبل انا طيب سكرتيري سكرتيري اوكي تو اوفرز تايلر ولي كل يا عيال عرفنا شخصين تايلر ولي لي تايلر او لاير تيمينج ما هم عندهم أسميهم معوقه طيب توتال نمبر اوف بوينت واحد هذا عرفنا اسم ابوينت موظف وين موظف انه موظف الحين اكتف تمام وين المكان هذا هو طيب اكتف اوبوينت موظف من اربع سنوات في الشركه سكرتري <applause> 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 اوكي شكرا والله يعطيك العافيه المعلومات جميله صراحه طيب مور مور اي جيف مي مور 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 كومباني سناب شات فيو اي حبيبي انا احب سناب شات اوه لا يا اخي يوم جينا ال اوكي اوردر سيرتيفيكيت هم يو سيرفيس اوردر ادري بلاد يا عيال بس خليني اشوف اوكي اوردر سيرتيفيكيت دوكيمنت اوه اوكي دوكيمنت عادي سوي ستارت آه نو؟ يا اخي بريث <applause> نفس <تصفيق> الاشياء انا عندي قدام اشياء كثيره اشياء كثيرة حساسه ترى قدامي الحين طلعناها من الشودان قلت لكم الشودان وراه شيء طيب نشوف هذه <applause> قاعد لكم قاعدة خلينا نشوف اوكي كير انفايرمنت ال تي دي طيب يقول لك هنا بو بوكس يونايتد ديجيتال اوكي كومباني Status active company type a private limit company. 2009. Uh, in chat accounts next accounts. What do you buy? طيب. Confirm statement statement type natural of business buying and selling on real estate, other business support service activities are not elsewhere classified. Hmm. عطني 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 <سوء> عطني الاشياء الجميله طيب هذا شو آيكس آيكس بيئرال. بيئرال. أوه او داونلود اي اكس بي ريال وش اي اكس بي ريال؟ طيب يا عيال ما عرفتوا وشو اي اكس بي ريال؟ وات از اي اكس بي ار عادي خلينا نعرف اي اكس از اونلاين لاين اوف بزنس ريبورتنج او ريبورتنج لانجويج اي اكس ار اور Inline expression exp reporting language, an open standard that enable a single document to provide both human readable and structured machine readable data. Okay. <clears throat> okay. Okay. I'll open it. let لأني قريت راهي دوكيمنت موجوده طيب خلينا نشوف ايش في الدوكيمنت دقيقه, دقيقة. <applause> والله اني ملقوف صدق اوكي مستر لي تايلر او عرفنا شفتوا هذا هذا الحين امبلوي وشو سكرتيري سكرتيري وين اوفيس موجود معلوماتها طيب عندك 30 ديسمبر 2008 amount failing to you with an only تدرون برضو الاشياء الحساسه هذه وشو؟ لو كنت انا مثلا بشركه معادي لشركه هذه، انا مثلا شركتي ابن اخلي الكلاب او اتبنى الكلاب او اخلي الناس يتبنون الكلاب فابي اشوف هم وشلون حصلوا فلوس، كم ميزانيتهم، كم هذه كلها معلومات مره تفيدني عشان كذا اكسر سوقهم، فهمتوا؟ فاعرف انه ميزانيتهم مضروبه الحين فاقدر يعني <applause> طيب اوكي افريج نمبر امبلويز Average number of employees. Average number of employees include direction during this year was following one. 2008, one. General information. Care environment Okay. People, people. Not number. One. And then, I box. Director. Okay. Director. Okay. British. Okay. and then have another is more Michael Jackson. ووتش هون وات ووتش ووتش هون اتوقع صيني اتوقع طيب ريسنت uh, هذا دايركتور وش معنى دايركتور دقيقه ترانزليت هنا اربط طيب انا مخ مخرج 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 ما ادري والله اني anyway. <applause> واي طولنا في هذه شوي صح؟ <applause> طيب احنا عندنا هنا الكلاود عندنا برضو الاشياء كثيره هنا اشياء كثيره طيب خلينا نرقى فوق شوي وين الشو حقنا؟ هذه الاشياء المرتبطه في كلاود اوكي؟ طيب عندنا هاش بس انه مخفي طيب وش اللي تحت برضو؟ عنده طل اوكي ابي اقول لكم سي في اي اللي شافها وعنده خبره في الثغرات بيعرف وش سي في اي سي في اي هذا موقع تمام خليني اوريكم سي في اي طيب سي في هذا موقع اختصار وشو كومن Vulnerability اند Expert هنا يقول لك ثغرات موجوده رقمها في يومها ورقمها يعني مثلا شوفوا آه، خلينا نرجع هنا يقول لك هنا الثغره 2020 4 9 1 9 طيب نقدر نبحث عنها وين 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 ولد سيرش طيب اه اوكي هنا اتوقع صح سي في اي 2020 4 9 1 5 توقع. أربعة ساعة و واحد ساعة دعونا CVE هذه شو يقول لك هنا common okay طيب خلونا نقرأ عن الثغرة هذه وش الثغرة يقول لك هنا لين مور يقول لك هنا description IBM cloud pack system 2.3 has efficient log control without cloud allowed to authenticate privileged user to embrace other user system okay هذا هو uh, X force ID اكس فورس اتوقع هو تخطى حاجه زي كذا طيب عندك هنا هذا هو الموقع اللي صار فيه ثغره اتوقع اتوقع آه هنا طيب هنا يقول لك الديت ريكورد كريت يقول استخدم في ريكورد ريكيشن ريفلكت سي في اي دي او كي طيب هنا اي ثغره جديده يحطونها عام 2020 كم رقم الثغره؟ 4 9 وهنا ف وش وش نشوف هنا اصلا؟ لقينا في ثغره موجوده اوكي اوبن اول يو ال

الآي بي ام اكس فورس اكستشينج طيب هم hmm, اتوقع هذا زي السكيورتي اذا ما خاب ظني طيب اوكي okay. هذا وش هنا؟ سي في اي اللي هو يقول هنا شوف الشكل الخنفسانه غالبا انها تكون ثغره، يقول هنا الديتيل حق الثغره. Current ديسكربشن هذا ديسكربشن حقه طيب، فيو ديسكربشن يقول لك هنا نس ان في دي، بيس سكور لو، اذا يعرفون الثغرات اللي شافوا الناس يعني عندهم خبره شوي بسيطه يعرفون ان هي لو انها خفيفه ما هي خطره، ميديوم خطيره طيب، اي بي ام هذه ميديوم. طيب فيها ثغره موجوده ممكن تتكرر ثغره واستغلها في الموقع حقهم عرفتها منين يعني انا بدايتي وشو بدايتي ترى وين بدايتي انسخ هذا هنا شوف انا وصلت عرفت ثغرة <applause> في الموقع في الفيكتور ما ادري وين هذه صراحه فيكتور اوكي اتاك نتورك لو هاي طيب ويني يعطيك شرح كامل للثغرة هذه اتوقع كيف تستغلها اذا ما خاب ظني طيب وان الثغره موجوده في كلاود اوكي طيب خلينا نفتح هذا نشوف شو وضعه ان في دي تي اوكي كلاود بيكون اوكي فيرجن بارتي لانجويج هم 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 انترستنج طيب الثغرات غالبا تلاقونها شوفوا زي علامه شو ال اسمه ال ال النووي uh, تعتبر ثغره اذا ما خضني خلينا نشوف هذا وشو open all url -A. github جيت هاب اوكي اوكي a malicious user or attack can send requests using special creative uh, created, uh, crafted URL that can lead to direct to traps okay يقول لك هنا اليوزر يقدر يعدل على اليو ار اللي هو هذا ويقدر يوصله لمسار غير صالح فيه فيقول لك هنا زي um, ما تشوفون هذه cloud موجوده وهذه التوقع الثغره المبلغه فيها وهذا طبعا في الجيت GitHub. اوكي، okay. Reference. طيب. هذه كلها ثغرات ممكن تقولون تشوفون تبحثون عنها، طيب؟ ممكن تبحثون عن نفس الموقع اللي انا بحثت عنه، عادي بكيفكم. طيب هذه وشو؟ هو؟ هذه يقول لك Beating Database Organization Cloudflare Fair، Cloud كلو، كلاود كلاود سيجما، ساند كلاود شوف هذه خلينا نشوف ايش فيها بعدين راح ابحث عن الاشخاص الموجودين هنا وبعدها خلاص يعني ممكن نختم لانه خلاص طولت مره <applause> بس والله العظيم يا عيال اني مستمتع والله اني مستمتع طيب هنا يقول لك في كلاس سيجما في اللي هو في اه اوكي هذا اتوقع خدمه موجوده في زورتن سويتشلاند ايش اسمه صراحه اي anyway, not انه طيب مثلا ما تبي هذا ديليت يس خلصنا الموضوع طيب uh, كيف تكبر وتصغر الفاره طيب هنا جانا دوكيمنت كمبيوتينج طيب جوجل كلاود طيب انا هنا هذا وش هو هذا بيرنج دي بي اي فاسيليتي هم. هذا وشو هنا يقول لك الايكون هذا اوف شور انتيتي هم انتيتي يعني هويه خلينا نشوف هل بيطلع لنا شيء لا, لا طيب هم اوكي هذا ما فتحناها دقيقه كلاود جير ليميتد جيت كلاود ستيت ليميتد طيب مثلا خلينا نفتح هذه، احنا ما فتحناها، نفتح نشوف ايش فيها. مم. اوكي. طيب خلينا.. خلينا نحذف هذه بس شوية. يس، عشان ما تخربطنا. هون مدتنا هذه، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب عشان تشوفون هنا يمديك تشوفون زي كذا تحركون بشكل سريع. وين هذا شو دون. يا لب قلبك طيب كلاود اذا شفتوا شو داون كلاود اوه <applause> ممكن تلاقون فيه اشياء طيب عموما آه خلينا نبحث عن شخص من اشخاص هنا جين كلاود كيت كلاود بربل كلاود اوكي خلينا جين خطني اسمه كذا اوكي اكسبت ران اوكي <applause> شوف ايش رايك طلعنا منها زين نشوف ايش وراك كجن اوكي وراها شيء طيب والله يلا بسم الله خلنا نشوف هلا بالزين جون كلاود كيف كلاود جو كلاود اوكي عندنا طلع لنا آه كلاود هنا اوكي كلاود ليك ريبورت ريبورت اوه احب الريبورت يا شباب اوف ريبورت دائما يسموني ياسر ريبورت <applause> طيب ريبورت يعني زي الحاجه طلعنا كلاود كونديشن اوكي كتاب لكن هل في شيء انترستنج uh, موجوده إيه لاحظتوا هنا جيسون توقعنا في في اسم نفس الاسم موجود طيب هنا وش فيه مثلا سمري تدون ليش اقرا؟ غالبا في بعض الكتب يعطونها للامبلويز حقهم عشان يد... يعني الاساليب اللي يحمون نفسهم فالاساليب يحمون نفسهم اجيب شيء خارج الصندوق طيب آه المهم هذا كتاب نوت interesting عشان ما نضيع وقتنا فيه ستودنت آه. participation حنقلبي خلينا نشوف خلينا نشوف آه يلا خلينا نشوف ايش راح يطلع لنا من ستودنت خمس صفحات الن محمد السوبي اوكي طيب سينيور سينيور توقع زي مرتبه او مرتبه في الدراسه او هنا يقول لك هنا كوستم اوف فور ليدي كابتول ليدي مونتاج رومو طيب ديزاين هنا يقول لك محمد السوبي جدة أو محمد هلا آه خوينا هلا وش جابك عندهم يا أخي الله يهديك يا أخي يا آه ربي <applause> طيب عندنا أسامي هذه أسامي موظفين؟ يعني تعرفون أن أسامي الموظفين قديش إنها حساسة يمديني أشوف أي واحد وأستهدف أي واحد مثلاً مثلاً أوكي جيسيكا هيكس طيب هيفن وورد كلاود ستوديو ميك اليكسا طيب مثلا نبحث عن اسم نشوف هل لها تويتر ولا ما لها تويتر هل لها علاقه في الاورجنايزيشن هذه ولا لا طيب يا اخي والله ودي بس احس فيني اماني تشامبرز طيب اماني تشامبرز خلينا نبحث عنها طيب احنا قلنا في اوس ثانيه سكر هذا 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 جديدة. جديدة اسنت فريم ورك عندنا هو هو اليوزر نيم يوزر نيم سيرش بدل ما ما اروح أبحث على كل واحدة واحدة أكتب اكتب هنا وشو؟ وشو؟ وش اسمها؟ وأنا. ل... ليمان ولا لام لام لامني صح والله ما ادري الصراحة لماني لماني وش بعد لماني اوكي هم ا كم بيرس طيب خلينا نشوف لماني طيب كم بس لحاله <applause> زعلت علينا يوزر انفاليد 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 ماشي 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 آه. مم. طيب مو مشكلة خلينا نقفل كلاود هذا <applause> نشوف آه. طيب هذا وشو ياسر؟ هذا سكايبي يعني تقدر تشوف سكايبي حق الشخص تين كلاود السكايب حقه تمام؟ آه، انا ما ادري الصراحه ما يشتغل معي لكن نشوف ما, ما راح يشتغل معي الامانة لكن آه، نقدر نشوف الافاتار حق سكايب اوكي؟ آه، الافاتار حق سكايب أقدر أشوف الصورة الشخصية يعني حقتها أو حقها اللي هو ما الشخص مين هذا أوكي أه بس ما أدري والله ما تشتغل معي يمكن تشتغل معكم شوفوا جربوا اللي تجيكم زي الشطرنج هذه سكايبي ممكن تشوفون إنه صورته ممكن نصور مع أهله في ناس زي كذا طيب خلينا بس نبحث بشيء بسيط واوريكم حاجه طلعتها من شو <applause> عشان اوريكم يعني اشياء بسيطه طيب اوكي خلينا نبحث عن يلا نختم فيك يا بعد قلبي تعال خلينا نشوف ايش وراك وراك شيء طيب ولا وراك شيء طيب طيب هم. يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر بسم الله عليك يا قلبي بسم الله بسم الله بسم الله اوكي طيب <applause> وش اللي جانا؟ جانا كلاود اللي جانا مشاركه كلاود كونتي ايميل اوه oh, interesting ذس ون اوكي سيتي كونشيس طيب نزل تحت في هذا خلي خلي على السريع بالله انا احب الاسامي اللي تجيك زي كذا احس وراها شيء ما خلى اسامي زي كذا الا وراها وراها يعني شيء بسيط شيء حلو لطيف طيب هذه كلها اتوقع بي دي اف اذا ما خاب الله والله اني ما ادري صراحه وش هذه دوكيمنت طيب دوكيمنت وش دقيقه خلينا نشوف هذه على السريع نرجع اه اوكي جوي جوي الروابط اللي غير صالحه للاستخدام <applause> طيب <مم> ولد خليني انسخ الرابط بالله صبر دقيقة خليني انسخ الرابط هذا, هذا جاهز شكله شكله ممتاز طيب document function اوكي طيب هذا كود جافا سكريبت بانر والله يسوي له وجه طيب الفا آه, الفا اوه اوه يا عيال انا احب شو المسارات تجيك زي كذا هاش يعني زي كذا ارقام وحروف تعتبر هاش احس فيها وراها بلا بس ما ادري اوكي خلينا نرجع ولد اوكي ديت نيو دقيقة دقيقة ممكن نختتم على شيء ممتاز نيو ديت كلها ليه طيرني الله ما هي قلة حياة صدق. أوكي. أتوقع هذا موقع مو مصرح لي أدخله بس طيب خلينا وين عم جوجل جوجل بليز هيلب مي ترانزليت بليز عربي طيب مو مشكلة يعني نقصر قصر منها بس ترجم لي تكفى 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 يا ولد طيب ياذن خلنا نشوف هذا وش في 9 بي 2019 الساعة 11 في مبنى اوكي في العنوان بريش شارع سيعقد اجتماع السنوي العام مسام اوكي طيب الاعمال التالي وش هو دقيقة دقيقة تحمس وش الاعمال <دي. تصفيق> <applause> طيب حاول تكوين لجنة الفرس تقريبا مش جارة حسابة المستقل في ختام اجتماع طيب وله هي... يعني... والله يعني الله صراحة ما ادري اقول طيب خلي خلينا نقفل شوي هذه انا ودي اوريكم حاجة وفي حاجة بشيك عليها قبل لا اطلع من الملتيكو لهوين ايميل ايوه إيميل ايوه, أيوة جو الايميلات. اوكي okay. خلينا نشوف وش فيها الايميل. بارت 1 بعد في بارت 2 اوكي جيميل اوكي عام كام 2020 جديده والله نايس. Nice. thanks so much for update. Jacob after reading through the letters last Wednesday based on feedback for from teacher community members I sent my members float up my mail. طيب اوكي okay. مع نفسك بس خلينا نشوف uh, teachers want to be back to building okay and teachers who feel haveane... uh, okay. <coughs> طيب هنا يقول لك كيس case لوك look console طيب اوكي طيب الحين مثلا احنا مثل تشوفون هذه هذه كلها طلعناها وين بدينا؟ بدينا هنا صح؟ طلعنا هنا بعدين نبي يعني طلعنا طلعن هذه ندينا كل وحده وحده نقدر نبحث عنها اوكي بعدين طلعنا كلاود هذه وهذا كلاود اللي هي متعلقه وهذا ويب ارشيف الموجوده بعدين هنا بعدين صار في شيء متشارك هنا امتي في شي... يعني امتي وش معنات امتي ان في شيء موجود بس مو متعرف عليه هلا بالزين ساتلايت، اوه جوي عيال جوي يا لا 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 دقيقه دقيقه دقيق. انا احب الاقمار الصناعيه واحب <applause> احب برضه <applause> ستلايت جوي دقيق وشو ما في غير ال اللغه انجلش ايوه انجلش تكفى حشوش فيه حاول انجلش يا الله الله يخليك تكفى يا ربي طيب اوكي 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 ما ابي اتفلسف زياده اصلا اشياء كثيره يا اخي هذه هذه ممتازه هذه ممتازه يا عيال في اشياء كثير طيب 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 الكلاود الاشياء هذه يعني مثلا يا عيال مثال 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 بسيط لو مثلا هنا اللي هي طلعني هنا نزلني هنا هنا ريس كلاود مثلا هذه اوكي بسوي عليها اني إني اطلع معلومات اكثر عن الكلاود هذا عادي جدا اي شيء هنا عندك تقدر تطلع معلومات عنه اكثر وتذكر هذه الاشياء طلعت كلها من نسخه مجانيه وكل شخص ممكن يسوي هذا الشيء متحمس اوريكم الاشياء طلعتها واو 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 وش... يا ساتر يا ساتر كل هذا مخبينه كل هذا مخبينه بعد قلت ليش؟ اوه سس <سيح> سس طيب هذه كلها ارقام جوالات دوكمنت اوه دوكمنت كلاود يا اخي انا احب الدوكمنت انا شيء شيء صديقة الصدوق والله دوكمنت يقول لك هنا لا <أخلا> لا 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 طيب دوكمنت آه. عام كم هذه؟ 2017 طيب طيب اوكي اوكي طبعا الاشياء الجميله هذه اللطيفه كلها نزل تحت طبعا الحين عرفتوا انتم اليمين طلع التفاصيل مثل ريليشن وش الاشياء Relation الانكم منين جاء من جاء هنا تمام فهمت تمام الديتيل حقته الديتيل حقت هذا بدون ما تفتح تمام يمديك تسوي من هنا طيب هذه بيرسون ايميل مثلا تبي تشوف الايميل حقه مثال اتوقع خلينا نفتح ونشوف فعل طلع شيء لا ما طلع شيء طيب نسوي transform نقدر نشغله من هنا ونقدر نضيف هنا مثلا ترانسفر ايميل نقدر نضيف عادي نحذف بكل بساطه طيب الحين هذه المعلومات طيب الحين هذه المعلومات كلها طلعتها يعني على الفاضي خلاص تروح لا حبيبي بدك تحفظها كيف تحفظها؟ طيب هنا تغير الشكل الشجري يعني بدال ما تكون هنا نازله هذه تكون زي كذا ولا تكون بالنص تروح كذا خلوها نفسها عشان ما ما تنحاز طيب كيف نحفظها يا طويل العمر اذا ما خاب ظني وينها وين راحت؟ نيو جراف يما إيه خاب ظني هذه نسمي dog أه ادابتر سيف dog ادابتر 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 طيب خلينا نبحث عن dog ادابتر خلينا نربط الاشياء الموجوده سمعت كذا؟ ما ادري والله ما ادري والله سمعت دقيقه اوكي في الملف الاساسي يعني سواء لس راح نلاقي طيب كيف نشغله من جديد يا ياسر بسيطه بسيطة بسيطة طبعا كيف نطلع ين يعني اكس او كترال سي هذه طيب انوي anyway, نحط مال تيجو شغل من جديد هل لازم ادخل الايميل من جديد غالبا لا ما ما يحتاج أه لانه يعني لانه صديقك اخويك يحبك تمام لان اريد انت مسجل فيه طيب لو نبي نشغل البيج اللي سويناه او الشغل اللي سويناه احنا <applause> طبعا راح يفتح من جديد هنا نقدر نسحب الساحب اذا ما خاب ظني او نقدر نسوي ملف هنا وين هذا نضغط عليه ويفتح معنا الشغل اللي وصلناه كامل نتاكد هذا هو شغلنا طيب أسوب زي بيتي يرشدني يحفظ لي وقتي ينقلني نحو البلدان يضحى جسمك سأظل صديق الحاسوب. سأظل صديق الحاسوب.